اهلا بكم متابعين فلسفه، رجعنا لكم في لقاء جديد من لقاءاتنا الفنيه. وكان مازلنا كنواصلوا الحديث ديالنا وتسليطنا الضوء على الوضعيه اللي كيعيشها الفنان المغربي. دوينا بزاف هذا الموضوع وحاولنا اننا نوصلوا الصوت ديال الفنانين المتضررين للوزاره والجهات المسؤوله، ولكن للاسف باقي كنشوفوا مجموعه من الامور اللي كتحس في النفس واللي ما كتلائمش مع الصوره ديال الفنان المغربي. فلهذا اليوم معنا السي مصطفى برطون باش ندويو على وضعيه الفنان المغربي بصفته الكاتب الوطني للنقابه الوطنيه للموسيقيين المحترفين. اهلا بك السي برطون. اهلا وسهلا، اشكركم جزيل الشكر كما العاده، راكم متبعين معنا الامور ديالنا ونتمنوا حتى الجهات المسؤوله تتبع معنا ان شاء الله. فعلى ديك الجهات المسؤوله فمجموعه من المؤسسات والفنانين والمنابر الاعلاميه ايضا دائما ما توجه لها الخطاب وكتدعيها انها تهتم بالفنان وتشوف من الوضع ديال الفنان، لان خصوصا من بعد هذه الحوادث الاخيره والفنانين اللي خرجوا كيطالبوا انهم يتم يعني النظر في الحاله ديالهم، واللي وصل بهم الامر انهم يقدموا على الانتحار. فكنشوفوا حاله ديال السي احمد جواد الله يرحمه، فهذا خلانا اننا نعودوا نرجعوا نسلطوا الضوء على هذه الوضعيه اللي كيعيشها الفنان المغربي. فملي كتوصل الى حدود الانتحار مثلا، هذا غير مثال، ما بلا ما ندوي على الفنانين اللي مني ما لقاوش او اللي دفعاتهم البطاله الفنيه انهم يلجؤوا لمنصات التواصل الاجتماعي كاليوتيوب، حتى هما يدخلوا الميدان ديال اليوتيوب لانهم ما لقاوش فين يخدموا. فسي برطون، كاين واحد البادره اللي دارتها الوزاره واللي كنا كنتاملوا فيها خير، اللي هي مؤسسه الرعايه الاجتماعيه. كلشي من يسمع مؤسسه الرعايه الاجتماعيه والاحداث ديالها قال بانها صافي تحلوا المشاكل ديالنا، غيتم النظر في الوضعيه اللي كنعيشوها. فكنتفاجئ ان هذه اشهر مرات باش اعلن الوزير عن احداثها، ومع ذلك حتى لحدود اللحظه ما كاينش شي حاجه، يعني ما كاينش شي، ما شفناش هاد المؤسسه، ما عرفناش فين وصلات. فشنو اللي كيعيق احداث ديال هاد المؤسسه هذه؟ هذا الشيء دابا، هذا السؤال هذا ربما الاخت شيماء انتبهتي لانه دوينا ودوينا ودوينا، ولكن نصب الماء في الرمل، نقولها بالدارجه ديالنا كنكبوا الماء في الرمل. هاي سي بري بصح، لان لما كتكون انت كتشكي والاخر لا يعيرك اي اهتمام راه ما كاين والو. انا حسب اللي عاصرت تقريبا كنقابه، عاصرنا تقريبا واحد اربعه الوزراء، دينا تقريبا في 2011 من ايام ما كان الوزير الصباحي ومن بعده السي اعراج. انا وصلت لواحد القناعه وكانه نفس الشيء اللي كيوقع مع هذا كيوقع مع هذا، يعني كيتبدلوا الاسماء، كيتبدلوا الاسماء والبروتوكول اللي غادي عليه الوزاره راه هو. كنجيو كنشوفوا في البدايه ديال تعيين الوزير كنشوفوا واحد النوع من الحماس، وكيتم استقبالنا وكيتصنتوا لنا المشاكلنا. فيما بعد ما كنبقاوش كنلقاو حتى الفرصه ديال اللقاء، يعني دائما كنلقاو مشاكل، يعني كتكون غير البدايه اللي مزيانه، ولكن من بعد شي حاجه كتبدل. هي ما تقدرش تسميها مزيانه لانها مجرد بروتوكول كيقول لك غنستقبل ونسمع ونعرف شنو هذا، ولكن واش مني خدا داك المعاناه والمشاكل ودوك المطالب وداك الشيء، واش خداها بعين الاعتبار ولا لا؟ هنا كيطرح السؤال. اذا واش حيت غنسميو لقاء مزيان مني غنبداو نشوفوا داك الشيء كيتنفذ على ارض الواقع. اليوم اي وزير كيخرج النهار الاول قبل كاع ما كيخرج هو كوزير، راه قبل في المشروع الانتخابي ديالو النهار الاول راه كيقولوا حنا غنديروا غنفعلوا غن. فمني كياخذ المبادره كوزير في الاول راه كيزيد ثاني كيثبت على انه راه باغي يدير وباغي يدير وباغي يدير هاد الغنغنه غن. ولكن مني كيدخل ارض الواقع انا فين كيبقى المشكل مطروح. وهذا الموضوع هذا اللي دويتي عليه ديال الوعود والمؤسسه الاجتماعيه وهذا الشيء، هذا الشيء اللي وقع دابا في العالم الفني حنا متعودينه. نعطيك مثال، سنوات وحنا كنعرفوا كاين المكتب المغربي لحقوق التاليف، انما الحقوق المجاوره يلا بدات في 2020،
ولكن واش عرفتي امتى تم المعاهده على هذا المشروع ديال الحقوق المجاوره؟ كان سنه 2006 معاهده دوليه ومضى عليها المغرب حتى هو ضمن حتى 2020 ونحن نناضل حتى جات الحكمه من عند هذاك السيد اللي لازلت اشكره على الاقل انه راه نفذها اللي هو عثمان الفردوس. اليوم قال السي بن سعيد هذا الموضوع ديال مؤسسه الرعايه الاجتماعيه التنفيذ ديالها دابا حنا ما عارفينش امتى، ولكن ملي كنقولوا احداث مؤسسه الرعايه الاجتماعيه خاصه بالفنان، اين الفنان كندوي عليه؟ لا هذا مشكل اخر، مشكل عويص جدا. وهنايا فرصه نيت باش ننبه هذه المساله للسيد الوزير شخصيا، وانا كنتمنى يكون كيشوفني، نتمنى ونتمنى حتى الا ما شافنيش شي واحد كيعرفو يوصل لي هذه المعلومه. راه ما دمنا مازلنا ما عرفناش شكون هو الفنان، راه هادشي هذا راه مشكل. علاش؟ انا نعطيك مثال. هل تعلم سيدي الوزير ان واحد الفئه كبيره اللي مشات كتسجل لاجل الحصول على بطاقه الفنان؟ وشنو الغايه؟ نرجعها لك قبل ما تتم تولى المنصب ديال الوزير السي بن سعيد، غنعطيك هذه المعلومه وخذها بعين الاعتبار. راه في الاوج ديال كورونا كانت واحد المعلومه راجت في جميع الدوائر الحكوميه والمقاطعات والعمالات انه راه جاي واحد الدعم غيشمل الفنانين، ما عليك الا تجيب ما يثبت انك فنان. هنا واحد الفئه كبيره كاين اللي ما بقاش كيمارس الميدان، نكونوا صراحاء، كاين اللي ما بقاش كيمارس الميدان ورجع حتى هو كيقلب على هذيك البطاقه على وعسى ربما يوصل ليه شي دعم. اخر المطاف تكبت امه ديال البشر كتقلب على هذيك البطاقه، اليوم كانوا كينتظروا الدعم ما كاين لا دعم لا والو، فاذا بهم هما اللي ولاو خصهم يعطيو الدعم. واش من دعم اللي غيعطيو؟ وانا راه كيتصل بهم دابا صندوق الضمان الاجتماعي كيقول لهم خصكم تخلصوا اقتطاعات. هو هنا ولا كيقول لك انا اصلا حتى الخدمه ما خدامش. حنا السي بن سعيد ما نفهموش بان الفنان راه حنا كلنا واحد الاسم نجم معروف، راه فيه هذا المجال طبقات، كاين اللي محظوظ كاين اللي وصل. وحاليا حاليا السنوات الاخرى الميدان الفني صبح قمر، كنقولها وكنعاودها صبح قمر. راه كيقدر واحد يؤدي واحد اللحن غاية في الجمال ولكن ما لقاش ليه طرق الانتشار وهذا وما دار والو. يقدر واحد يدير أغنية من فصيلة جرادة مالحة بهذا المعنى ولكن عرف كيفاش روجها راه مشات. إذا هذا راه ولا قمر، ما بقاش فن بذاك المعنى. فمن موقعكم كوزارة خلقوا غير ذاك التواصل مع النقابات والنقابات الجادة واللي هم أبناء المهنة. راه لعلمك سيدي الوزير راه عندك نقابه تما اللي الصيفه ديال هذاك النقيب لا تمت للفن بصله، وهذه راه كارثه من الكوارث. فانا كنتمناك الله يجازيك بخير الا ما قدرتيش تواصل مع النقابات مسموح وما فيها حتى مشكل، نقلوا غير التجارب السابقه اللي سبقتنا من دول اخرى. راه كاين دول اخرى دول الجوار عندهم وضع متقدم اكثر منا بكثير، ناخذوا هذيك التجربه ونطبقوا على ارض الواقع. راه ليس كل من يحمل بطاقه الفنان راه فنان. يعني كنفهموا من رسالتكم سي برطون انك كتقول ان اصلا هذيك البطاقه اللي كتعطى واللي كتثبت ان ديك صفه فنان الفنان اصلا هي ما كتعطاش للفنانه يعني اللي يستاهلوا انهم يدعموا. ما غنقولوش بانه ماشي فنان، ولكن واش هو فنان بذاك المعنى اللي فهمته الوزاره؟ ولكن شنو هو الفنان في التعريف ديال مصطفى؟ دابا هما عطاو البطاقه ديال الفنان لكل من يمارس هذه المهنه، لكل من يمارس هذه المهنه، كل اللي بغيتي تكون. المهم هذه راه هضره، ولكن الا بغيتي الفنان بالاصل ديالو راه الدول اسات لجان كتجي اللجنه وانت من موقعك قلتي موسيقي جيب الاله ديالك، انت كتقول مغني جيب انت حضر، واللجنه هي اللي كتحدد كتقول كيستحق ولا ما يستحقش. وهادو خص تكون عندهم واحد الخاصيه معينه. انما اللي ما وصلش لهذاك الكاتيجوري اللي كيثبت بانه فنان على حق وحقيقي
خاصو يتخاض بواحد عين الاعتبار ودار ليه واحد الطريق اخرى. هذه الا شفنا في الفنان من الناحيه الابداعيه، ولكن كاين اراء اخرى اللي كتقول ان الفنان اللي ندوه معاه على يعني يستاهل ان يكون عنده بطاقه الفنان اولا باش يتم يعني يعني انه يدفع دوك الاقتطاعات ويتم هذا، خاص اولا نشوفوا في يعني في الاجر اللي كيتقاضى باش انطلاقا من هذاك الاجر يكون عنده الامكانيات انه يدفع دوك الاقتطاعات. انا غادي نعطيك واحد القضيه، صندوق الضمان الاجتماعي دابا كيتصل بالفنان باش يخلص، واش هذا الفنان ما كيشتغلش في مرافق سياحيه ما عندوش المشغل ديالو؟ اذا المفروض شكون اللي خاصو يخلص؟ المشغل. هاد القضية ما انتبهتش لها الدولة. هاد الفنان كيشتغل مثلا مع إنتاجات تلفزيونية مع المنتج، شكون اللي خاصو يخلص؟ المنتج ولا المنتج؟ واش هادشي ما راعوش ليه؟ ما فهموش. كيبقى الفنان غير أجير. راه هذاك الفنان يخدم راه كيتخلص، ما خدمش راه ما كيتخلص، ولكن هذاك اللي مخدمو ومصليه دمو كيقول لي أنا راني كنخلص عليك. هو ما بان لينا والو ما كتخلص دابا، هاي الدولة ولات كتدق باب الفنان مباشرة وكتقول لي خلص أنت. راه هادشي خصو يتخاض بعين الاعتبار. يعني انطلاقا من هاد الهضره ديالك كنشوفوا بان مازال غنشوفوا بان الفنانين كينجدوا الوزاره انها تقدم لهم واحد الخدمه. انا كنقول انا غير عند هذا الباب هذا الله يجازيك بخير راه لازلت الح على واحد النقطه، ملي جلس النقطه ما شي ما عطاهم هذاك ما قدروا تقريبا جايه ل 200 درهم، راه كتحسبها راه تقريبا هذيك راه شي 48 الف ريال في العام. واش حنا المالك سيدنا الله ينصر جاء في 2008 وعطانا دار لنا تعاضديه، والتعاضديه دابا حاليا يمشيو ياخذوا عليها معلومات غدا بما يرضي الله وغدا من اروع ما يكون. كانت فيها شي سلبيات زمان تمحات بفضل التدخل ديال وزاره التشغيل انذاك، والحمد لله دابا الامور هذا مزيان. هاد التعاضديه راعات الوضع ديال الفنان، 700 درهم في العام ماشي 2400 درهم في العام، والامتيازات اللي فيها كتعطي حتى ديك القيمه والكرامه بالنسبه ليه كفنان. علاش بغيتو نتوما تحاربوا هاد التعاطي وتجيو تقولنا صندوق الضمان الاجتماعي؟ فغنمشيو لموضوع اخر اللي عنده علاقه، ما غنمشيوش بعيد على الفنان، وانما دابايا الوسط الفني خصوصا مؤخرا من بعد يعني الموسم الرمضاني تم ملاحظه ديال واحد الحاجه، لان نفس الوجوه كيتكرروا، وبان تعلل هذا الامر بان الوسط الفني خدام بنظام الكليكه كيف ما كنسميوه. واش هذا الشيء فعلا كاين في الواقع؟ شوف انا نقول لك واحد القضيه، العلاقه ما بين المنتج والتلفزيون، المنتج كيطرح واحد المشروع نقدروا نقولوا نمشي معك في الكاميرا خفي، كيطرحه على التلفزيون، التلفزيون كيعطي الموافقه، انا كمنتج كناخذ واحد الفئه معينه هادو كيخدموا معايا ديما وما كنلقاش معاهم مشاكل وفاهمين اللعبه وكيمشيو بداك الشيء اللي كنبغي انا من موقعي انا كنمشي بديك الرغبه ديالي انا. اذا انا من الافضل كنقول هادوك هما اللي فاهميني كندور بهم هادوك الناس. اذا الظلم واضح وبين في حق هادوك الناس اللي مساكنه ما تعطاتهم الفرصه، فلهذا كتشوفي داك الاحتكار، كتبقى تشوفي نفس الوجوه كتشوفها. وتشرتي لواحد النقطة اللي مهمة واللي هي دايرة واحد، هي سنويا كتكون خلقة ضجة اللي هي الكاميرا الخفية، ولكن كنلاحظوا أن هاد السنة هادي الضجة كانت شوية مبالغ فيها، أن جميع الفنانين تقريبا اللي ما كيشوفوهمش في الكاميرا الخفية بداو الرأي ديالهم فيها وقالوا بان هذاك الشيء واكدوا انها غير مفبركه، ومع ذلك كنشوفوا انها سنويا كتعاود نفس الكاميرا الخفيه بنفس الطريقه بنفس الفكره، وكان المشاهد المغربي هذوك الاراء ديالهم ما مهماش، وكان هذيك الهضره اللي تقالت للفنانين وان هذيك الفضائح اللي فتحوا هذاك البرنامج ما كايناش ومكملين. يعني شنو السبب؟ واش القنوات ما كتسمعش يعني الجمهور شنو كيطلب؟ واش كتجاهلوا؟ شنو باش نفسروا هذا؟ انا نفسر لك. دابا الكاميرا كاين نوعين، كاين الكاميرا
اللي بالفعل كدار حقيقي. باش نشيروا للمشاهدين، انا جبت معك هذا الموضوع هذه النقطه بالضبط، لان ديجا عندك واحد التجربه في كاميرا خفيه هذه 5 سنين. ماشي هذه 5 سنين، هذه الكاميرا الاخرى انا درتها في 93، درتها للحاجه الحمداويه عبد الجبار الوزير، وهذا في 93. الكاميرا اللي كدار بحق وحقيقي ما فيها لا كذوب لا والو، هذيك راه شويه متعبه من واحد الناحيه، من ناحيه الانتاج، لان الا خسرات الكاميرا غيضطر يعاود وحده اخرى ويعاود وحده اخرى باش يلاه تصدق ليه وحده. ولكن المنتج هنايا الا بغى يسهل عليه المأمورية وما بغاش يغامر وما بغاش يخسر الفلوس، كيقول الله ما نتفاهم مع داك الضحيه ونديرو بروسنا زعما حنا هو كيمثل. علاش علاش كنستدعي ممثل؟ انا كيعرف يمثل كيدير راسو زعما راه بصح نيد داكشي. علاش كندوي على الممثل ولينا كندوي؟ وكاين الكاميرات اللي انا عرفت كاع الحقيقه ديالهم وطلبوا مني وساطه، نقولها صريح العباره، طلبوا مني وساطه. راه برنامج هذا معروف في احدى القنوات، ولما لا نقول كاع قناه معروفه في المغرب، واستمر لسنوات طويله. اليوم من هذا اتصلوا بي على اساس انني نشوف لهم واحد الفنان، وقالوا لي قول لي كاين شي اكثر من هذه، في حين انا نجيبها لك من الاخر. هذه الكاميرا اللي شفتي دابا واللي تعاودات، اقسم بالله انه ما لم يكن الناس عندهم علم بان هذه الكاميرا. وواحد المره هذه من باب الطرائف باش غنساليو هذا الموضوع، واحد المره واحد السيده جاي على اساسها تكون هي الضحيه، ومني مني وقع لها داك لو شوك وتخلعات. انا بلا ما ندخل معاك في الحيتيات ديال الكاميرا وشنو درنا والفكره وهذا، تخلعات وهي تسخف، طاحت بمعنى طاحت بالصح، سخفات وبقات طريحه ما عرفنا شنو المصير ديالها. جابوا الماء، جابوا البصله، جابوا هذا، كاين والو. وجيت لعندها وانا نقول لها شوفي واش درت شي بركه في يديها، شي فلوس درتهم لها في يديها، وقلت لها الله يرضى عليك راه هي كاميرا خفيه وكنضحكوا هذا. ويز بدا كتحرك وكت مالك؟ قالت لي هادي كاميرا خفيه. قلت لها كاميرا خفيه تقول لي، وكنتو غتقولوا عليا في الاول وما كاين حتى مشكل. وهادشي هذا مثلا قلنا لك شنو من كاميرا هادي بقات فين هذا الفكره هادي وهاد النقطه اللي تبيتي عليها دابا بالضبط، واش ما كتمش حتى بالصنعه ديال الفنان؟ انا الفنان الفنان مني كاع نفرضوا كاع الفنان كتجي وما كتبينش لي كاميرا في الاول. انا شفت شي برامج ربما كاع تقول لي ما تقول لي لا كاميرا لا والو، وكاين اين فوا مني كيعرفها كاميرا انا شنو كتولي معنا غير تخلص وهذيك الفلوس هي اللي كتبدل لي الراي ديالو. قبح الله قله الحاجه صافي، كيولي راضي على نفسه انه يدوز مبهدل ويدوز حالته حاله الا من رحم الله، لانه عنده واحد المبلغ سواء عنده احتياجات سواء تبع كاميرا. احنا شفناها قديمه، انا كنرحم على السي عافي في الله يرحمه، دار يا ما دار كاميرات في زمان والله ما كاين ما يعرفش لي كاع الحقيقه ديالو هذيك الساعات الناس. وكانت الكاميرا زوينه وكتضحك فيها، كاين كاميرات اللي شفناهم ديال اوروبا ما كاينش فيهم نهائيا هذا، ولكن كاين افكار. والمشكل هنايا مطروح هو ديال قله الافكار بالنسبه للكاميرا خير. شكرا سي برطون، مرحبا، وكنتمناو ان يعني الوضعيه ديال الفنان تحسن ان شاء الله يا رب مستقبلا ان شاء الله. مشاهدينا كنكونوا هكا وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل اننا نتلقاكم في لقاء جديد ومع موضوع جديد وضيف جديد. السلام عليكم.